مشروع جيل غير بالمجتمع من خلال دعم الشباب اللي خليهم هن يغيروا المجتمع وخليهم يطوروا الاشياء اللي بحبوها. صرت اعرف افكر بزنس وايز اكثر، صرت اعرف كيف بدي اتصرف مع العالم، كيف نفكر ماركتينج وكيف نعمل ديلز وهيك. فما لازم ولا شاب حتى لو عنده الامكانيات الماديه يضيع هيدي الفرصه من بين ايده. لو ما ربحوا اصلا الفوند هن اخذوا كورسز ممكن يعرفوا هن يبلشوا لوحدهم يعني. يوم بعد يوم حسيت انه عم بنخلط بالناس اكثر، عم حس هيدا الجو قد ايه بيريحني، يعني انا بقول لمشروع جيل هو عائلتي الكبير. انا برنامج جيل لإلي بتلخص بكلمه واحده، هو انتم.